هقول لكم على اسرع واحلى تتبيله ممكن تعملوها للبفتيك ياخد طعم حلو قوي وطبقه البقسماط استحاله تفك من عليه. هنجيب بصلتين متوسطين واربع حبات طماطم، واقطع الطماطم واحطهم في الخلاط او الكبه وعليهم البصل، وبحب احط على التتبيله ربع كوبايه لبن ومعلقتين صويا صوص لو متوفر عندكم، بس بحطهم في الخلاط علشان البصل والطماطم يتضربوا كويس، ولما اجي اصفيهم يبقى عندي كميه سوائل كويسه. وبعد ما صفيناهم هنحط عليهم التوابل اللي كاتباها لكم دي، وبس كده نقلب بقى كل ده سوا. والبفتيك بقى احسن حاجه اننا ندقه كويس قوي ونحطه بعد كده في التتبيله، هيتشرب التتبيله كويس جدا، ونسيبه اقل حاجه ساعتين. وبعد كده هطلع بقى البفتيك واحطه اول حاجه في الدقيق، وبعد كده البيض، وبحب احط على البيض ملح وفلفل وثوم مفروم بيدي طعم حلو قوي. واخر حاجه بقى البقسماط، وجربوا حطوه في التلاجة شويه قبل ما تقلوه، هيديكوا نتيجه حلوه قوي والبقسماط مش هيتفك من عليه. ودايما بحب احط مع الزيت مكعب زبده كبير كده، بيدي طعم حلو قوي للبفتيك وهو بيتقلي. جربوا التتبيله دي والزبده وشويه التركات اللي عملناها دي، وصدقوني هتاكلوا احلى بفتيك ممكن تجربوه في حياتكم.